السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثامن. اليوم إن شاء الله سنقوم بحل أسئلة كانا وأخواتها، فأرجو المتابعة وسأعطيكم مجالا في نهاية الفيديو من أجل تدوين الإجابة على الدفاتر الخاصة بكم. قبل الذهاب إلى حل الأسئلة أو التدريبات، دعونا نتذكر: كانا وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة، إذن هي ليست أسماء إنما أفعال ناقصة، أي ينقصها الحدث. فأنا عندما أقول زرع الفلاح الأرض، أنا هنا أتخيل عملية الزراعة، لكن في كان لا أستطيع ذلك. ناسخة أي أنها تغير حالة الخبر من حالة الرفع إلى حالة النصب، فيصبح الخبر منصوبا. خبر كان وأخواتها يكون مفردا، بمعنى آخر كلمة واحدة، سواء كانت مثنى أم مفرد أم جمع فيطلق عليها مفردا، أو جملة فعلية بغض النظر إذا كان هذا فعل ماضي أو مضارع أو أمر، أو جملة اسمية. والجملة الاسمية تتكون من اسم مرفوع متصل بضمير يعود على المبتدأ ثم اسم مرفوع، وقد يكون أيضا عبارة عن شبه جملة جار ومجرور أو جملة ظرفية. أيضا كان وأخواتها أفعال متصرفة، أي أستطيع تحويلها من زمن إلى آخر، كان يكون كن، ما عدا ليس، ليس تبقى على صيغة واحدة ليس، لذلك سميت بالفعل الجامد. دعونا الآن نذهب إلى التدريبات. التدريب الأول، نستخرج من الأمثلة كان وأخواتها، نعين الاسم والخبر أيضا. ألف، صار ابني معلما بعدما تخرج في الجامعة. دعونا أولا نختار القلم. صار ابني معلما بعدما تخرج في الجامعة، صار هي الفعل، ابني هي اسم لصارة، ومعلما هو الخبر المنصوب. وأذكر أن الخبر هو بداية اكتمال معنى الجملة أو اكتمال معنى الجملة. ابني معلم، عندما دخلت سارة أصبح صار ابني معلما، أصبح منصوبا. ب، لا تزال القاهرة أكبر مدينة في الوطن العربي. لا تزال هي الفعل، القاهرة اسم لا تزال مرفوع، أكبر خبر منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، ومدينة مضاف إليه. أصبح أخي يعمل مع فريق العمل الزراعي، أصبح هي الفعل، أخي اسمه أصبح، ويعمل هو الخبر، ويعمل هو الخبر، إذن أصبح أخي يعمل، وجاء عفوا هنا الخبر على شكل جملة فعلية. باتت حوادث الطرق نتائجها مؤسفة جدا. بات هي الفعل، والتاء هنا تاء التأنيث الساكنة حتى يستقيم معنى الجملة. حوادث اسم بات مرفوع علامة رفعه الضمة. هل الطرق هي الخبر؟ لا، لأن الخبر هو مكان اكتمال معنى الجملة. فعندما أقول باتت حوادث الطرق، ما بها؟ لم يكتمل المعنى بعد، وكأن الجملة ناقصة. ما بها؟ نتائجها مؤسفة، هنا الخبر. نتائج اسم مرفوع، النتائج لأنها تقبل أل التعريف وتقبل علامات الاسم. هذا الاسم متصل بضمير يعود على كلمة الحوادث، نتائج الحوادث، الحوادث مؤسفة، ومؤسفة هي اسم مرفوع. اسم مرفوع متصل بضمير يعود على الكلمة السابقة له بالإضافة إلى اسم مرفوع، فشكل الخبر هنا جملة اسمية. من فك الميدان فسيحا، من فك هي الفعل، الميدان اسم من فك، وفسيحا هو الخبر المنصوب. صار المداد جافا بعد تركه معرضا للهواء، صار هي الفعل، المداد اسم صار مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، جافا هي خبر للفعل صار منصوب علامة نصبه الفتحة. المداد تعني الحبر،
ننتقل إلى التدريب الثاني. نعين خبر الفعل الناسخ فيما يأتي ونذكر عفواً الصورة التي جاء عليها. قال تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت هي الفعل، التاء هي الاسم، اسم الفعل الناسخ، لكن أين الخبر؟ الخبر هو حيا، وصورة الخبر هنا مفرد. من فكت القرية حقولها شاسعة. من فكت هي الفعل، القرية هي اسم من فك مرفوع، حقولها شاسعة هنا الخبر لأنه جاء عبارة عن اسم مرفوع حقول، الحقول فهي اسم متصلة بضمير يعود على كلمة سابقة له ألا وهي القرية، وشاسعة اسم مرفوع، فهذا عبارة عن جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. جملة اسمية. أصبحت فاطمة تتحمل مسؤولية أبنائها. أصبحت هي الفعل، فاطمة اسم أصبح، تتحمل هي الخبر، وشكل الخبر هنا جملة فعلية. تصير الأرض في الربيع متنزهات جميلة. تصير هي الفعل، الأرض هي الاسم، هل في الربيع خبر؟ دعونا نرى. تصير الأرض في الربيع، لم يكتمل معنى الجملة، ماذا تصير الأرض في الربيع؟ ما الوصف؟ متنزهات، إذن هي الخبر. تصير الأرض متنزهات هي الخبر، لأن الخبر هو مكان اكتمال معنى الجملة، فشكل الخبر هنا مفرد. كن مع الله ولا تبالي. كن فعل أمر من كان، كن أنت اسمها ضمير مستتر تقديره أنت، كن ماذا؟ مع الله، إذن هنا جاء الخبر وشكل الخبر هنا شبه جملة ظرفية، شبه جملة ظرفية لأن مع تعتبر من الظروف. فقط أود الحديث معكم بأمر أن البعض يعتبر مع حرف جر والبعض الآخر ظرف، ولكن أنا أرجح أن مع هي ظرف أكثر من حرف جر. التدريب الثالث: إدخال كان على الجملة أو إحدى أخواتها على الجملة مع الضبط الصحيح. بداية دعونا نعين الخبر، لأن الخبر هو الذي سيتغير من حالة الرفع إلى حالة النصب، وخصوصا إذا كان مفردا. الحلم أي الصبر والتأني سيد الأخلاق. سيد هي الخبر، فعند إدخال كان أو ضل أيضا نقول ضل الحلم، اسم ضل مرفوع، سيد الأخلاق، الأخلاق طبعا مضاف إليه، إذن تصبح ضل الحلم سيد الأخلاق، الحلم بمعنى التأني. الأمهات صانعات المستقبل، أين الخبر؟ الخبر صانعات والمستقبل مضاف إليه، مبتدأ خبر مضاف إليه، إذن صانعات عند دخول كان أو إحدى أخواتها هي التي تتغير الحالة الإعرابية لها. صانعات جمع مؤنث سالم، في حالة النصب يصبح صانعات. ظلت الأمهات صانعات المستقبل. الزهرتان متفتحتان. متفتحتان خبر منصوب وعلامة نصب، عفوا خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. عند دخول كان أو إحدى أخواتها تصبح أصبحت الزهرتان متفتحتين، يصبح منصوب بالياء لأنه مثنى. المسلمون متحدون، كان المسلمون متحدين،
فيصبح خبر منصوب بالياء. طبعا أنا قمت بتفريغ هذا السؤال في جدول سأرفقه في نهاية الفيديو إن شاء الله. ننتقل إلى التدريب الأخير، ألا وهو التدريب الرابع. نعرب ما تحته خط فيما يأتي: وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. طبعا هذا للشاعر الفلسطيني الشهير عبد الرحيم محمود، وقد لقب بالشاعر الشهيد. إن لم أكن مخوفة، أكن هو فعل مضارع مجزوم بأداة الجزم لم، وعلامة جزمه السكون، لكنني أعرف أنه فعل ناقص فتتم عملية الإعراب: فعل مضارع ناقص مجزوم وعلامة جزمه السكون. أكن أنا اسم أكن أو كان، ضمير مستتر تقديره أنا، مخوفة خبر كان أكن اللي هي أكن، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. صرنا نصدر باقات الورد إلى أوروبا. صر هي الفعل الناقص، إنا هي اسمها، ضمير متصل مبني في محل رفع اسم صار. نصدر الباقات هي الخبر، وشكل الخبر جملة فعلية، فنعرب بالشكل الطبيعي: نصدر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، باقاتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، والجملة الفعلية في محل نصب خبر سارة لأن خبر سارة وهو من كان وأخواتها دائما منصوب. ثالثا، ما زال المعلم الفلسطيني عطاؤه عظيم. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زال فعل ماض ناقص مبني على الفتح. المعلم اسم ما زال مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هل الفلسطيني خبر؟ لا، لأن خبر كان وأخواتها يكون منصوب وهذا جاء مرفوع. إذن ما هذا؟ هذا عبارة عن صفة، والصفة تكون الحالة الإعرابية له نفس الكلمة التي تقع في المقدمة أو تقع سابقة له، فهنا مضموم وهذا أيضا مضموم أيضا، فتعرب صفة مرفوعة أو نعت مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عطاؤه عظيم هو الخبر، جاء عبارة عن اسم مرفوع بالضمة متصل بضمير يعود على كلمة المعلم، ثم جاء اسم مرفوع أيضا، في هذه الحالة نطلق عليه جملة اسمية، فتعرب الجملة الاسمية مبتدأ مرفوع لأنها مكونة طبعا من مبتدأ وخبر، فتعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، عظيم خبر عطاء مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الإسمية في محل نصب خبر ما زال، في محل نصب خبر ما زال. دعوني الآن أقدم تلخيص للأسئلة، أرجو منكم تدوينها على الدفاتر. هذا هو التدريب الأول. وهذا التدريب الثاني. وهذا التدريب الثالث.
وهذا التدريب الرابع. إلى هنا يكون قد انتهى الفيديو، ألقاكم إن شاء الله في فيديو